السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ شوفوا الآن كنت عم اشتغل دائرة صغيرة لحماية كونتاكتور. عندي كونتاكتور خارجي، كونتاكتور كبير، فحاطط الآن هذا للتجربة. عبارة عن حماية من نقص أو عكس أو ارتفاع أو انخفاض الفولت. إذا صار عندنا عكس بالفازات أو نقص بالفازات، يعني حماية متكاملة للفازات. عندي دخول 3 فاز 380 فولت نيوترال، وهون خروج 220 فولت، يعني نيوترال وفاز واحد بس. دول بيروحوا على كويل الكونتاكتور الخارجي، بس تشغيل الكونتاكتور وإيقافه. عندي الريلي مستخدمة مشان الستارت وستوب، يعني بيصير عندي تحكم بالكونتاكتور، إما تشغيل أو إيقاف، أو إذا صار مشكلة بالفازات راح يفصل الكونتاكتور الخارجي وما بيعود يشتغل حتى ارجع اكبس ستارت او تشغيل مرة تانية. فحاطط لمبات الان، عندي باور اون، هذه راح تلاستيكر باور اون، يعني في كهرباء الان موجودة، انا موصل كهرباء. هاي اللمبة الخضراء لما بيشتغل الكونتاكتور، وهاي لما بيكون في عندي مشكلة بالفازات. لكن الان لما جيت بدي اشغل، هلا مثل ما شايفين عندي الستارت وستوب الدائرة كاملة، طبعا بيجي بكبس ستارت ما بيشتغل، ستوب ما في شيء. فبالبداية شكيت انه في مشكلة بالتوصيلات، راجعتهم ما في شيء الحمد لله. هذا شيء غريب، يعني انه انا اشتغل دارة ويطلع فيها مشكلة. مثل ما شايفين هون، اذا حد ملاحظ البوش بتن اللي لونه احمر مركب عليها تماس نورمال اوبن، هذا لازم يكون نورمال كلوز. فهلا لازم اغير هذا التماس اول شيء، نورمال اوبن ساوي نورمال كلوز، ومنجرب الدارة مرة تانية. انتم شايفين هذا التماس الاخضر اللي كان مركب، الان لازم نركب هذا التماس الاحمر نورمال كلوز او مغلق بحالته الطبيعية، هذا مفتوح بحالته الطبيعية. شايفين بهذا الشكل، خلينا نشوف من هي الجهة. عندي ستوب ستارت بهذا الشكل. هلا صار عندي مشكلة بالفازات، هلا الكونتاكتور شغال، خلينا نفصل واحد من الفازات ونشوف شو راح يصير. مثل ما شفنا عندي صار الآن نقص بالفازات. شوفوا جهاز الفاز فيلر معطاني في مشكلة بالجهاز أو مشكلة بالفازات. هلأ إذا رجعت وصلت الفيز لمكانه شو راح يصير؟ شايفين هلأ الجهاز الفاز فيلر اشتغل، بس الكونتاكتور ما رجع يشتغل حتى أرجع أكبس ستارت، حتى يرجع يشتغل. يصير في إمكانية إني أشغل الكونتاكتور بس هيك. هاي الدارة مثل ما شايفين، هلا هون عندي في إمكانية إني أتحكم بالإيقاف والتشغيل. يعني مو ضروري إنه تكون الكهرباء موجودة وصحيحة يشتغل الكونتاكتور، ولما بيصير في مشكلة إنه تفصل، لأ أنا في عندي كمان تحكم بالكونتاكتور من خلال الستارت والستوب، شايفين بهذا الشكل. وفي حال صار مشكلة بالفازات، إما عكس أو نقص بأحد الفازات أو ارتفاع الفولتي، لأن هذا الجهاز فيه معايرة للهاي فولتيج ومعايرة لللو فولتيج، بيصير يفصل الكونتاكتور وما بيعود يشتغل حتى نرجع نكبس ستارت مرة تانية. مثل ما شايفين عندي هاي الدارة بهذا الشكل. شوفوا الدارة، وأنا خلصت الفيديو. كان معكم علي طوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.